خلص 1 ديسمبر ده بداية موسم تصدير الموالح. الوضع ايه والاخبار ايه دلوقتي؟ هي الموالح من اهم محاصيل الفاكهة في مصر، وهي اهم محصول بالنسبة للفاكهة لعدة اسباب. اهمها ان هي طبعا فاكهة شعبية كل افراد الشعب المصري بتحبها. الحاجة التانية القيمة الغذائية بتاعتها، وخصوصا انها نسبة فيتامين سي عالي جدا في الموالح، بتتراوح النسبة من 42 ل 55 ملي جرام لكل 100 سنتي عصير في الموالح. الحاجة اللي بعد كده اهميتها برضو ان هي المساحة بتاعتها. مساحة الموالح في مصر 470 الف فدان، من 1,200,000 الف فدان فاكهة على مستوى مصر، يعني 40% من الفاكهة المزروعة في مصر هي الموالح، فبتكمن اهميتها. الحاجة التانية ان نسبة صادرات مصر من الموالح 32% من صادرات مصر الزراعية طالعة من الموالح. طيب لو بصينا للسوق العالمي وحجم التجارة العالمية للموالح، 38% من حجم التجارة العالمية للموالح من مصر. مصر بتصدر 38% من حجم صادرات الموالح على مستوى العالم. يعني كم مليون طن؟ احنا بنصدر السنة اللي فاتت وصلنا ل 1.8 مليون طن. 1.8 مليون طن. لو بصينا في اخر 3 سنين صادراتنا من الموالح قد ايه؟ لو بصينا ل 19-20 صدرنا 1,480,000 طن. في 2021 صدرنا 1,872,000 طن. ودي كان رقم قياسي بالنسبة لنا. في 21-22 اللي لسه ما انتهاش صدرنا لحد دلوقتي 1,660,000 طن. الاحصائيات ديت لحد يوم 14 فبراير 22. فالكميات ديت احنا احتلينا بها المركز الاول على مستوى العالم، متربعين على هذا المركز بقالنا 3 سنين. تصدير الموالح تخطينا متربعين بالمركز الاول على مستوى العالم، وتخطينا اسبانيا بقالنا 3 سنين. احنا رقم واحد على مستوى العالم في تصدير الموالح. طب لو بصينا لصادراتنا عموما من المحاصيل الزراعيه في اخر 5-6 سنين، لو بصينا مثلا لسنه 2016 كان صادراتنا من الحاصلات الزراعيه 4.2 مليون طن. في 2017 طلعنا ل 4.4 مليون طن. في 2019 وصلنا ل 5 مليون طن. في 2020 وصلنا ل 5.5 مليون طن. في 21 نزلنا شويه لكام؟ ل 5.2 مليون طن. السنه اللي فاتت وصلنا ل 1,872,000 طن. 5 مليون ايوه و6 من 10 650 الف طن. 5 مليون 650 الف طن حاصلات زراعيه، تلتهم او 32% منهم من الموالح. يجي بعد الموالح بقى في محاصيل تانية كتيرة زي البطاطس زي البصل زي العنب زي الفراولة زي الرمان زي المانجا، بس متربع بتلت الكميات ديت. هو ترجمة الارقام دي دولارات، حوالي 3 مليار دولار. صادرات مصر الزراعية بتمثل حوالي 3 مليار دولار. الموالح منهم؟ الموالح منهم جملة ال 5 مليون او ال 5 مليون ونص او ال 5 مليون و 600 الف حاصلات زراعية، دول بيمثلوا حوالي 3 مليار دولار. لو رجعنا بقى يعني لقيمة الموالح وزيادة الطلب عليها والكلام ده، عندنا طلب زيادة. طبعا احنا الحمد لله كل سنة بتفتح لنا اسواق جديدة. الحمد لله السنة دي لسه من شهر واحد بس اتفتح لنا السوق الفلبيني. الفلبين السنة اللي فاتت ودينا اليابان. احنا بنصدر حاصلات زراعية لأكثر من 154 دولة. الموالح المصرية على رأسهم، وأكثر دولة تعتبر بتاخد مننا هي الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي. يجي بعد منهم روسيا، يجي بعد من روسيا تيجي السعودية والإمارات، تيجي ألمانيا، تيجي الصين، تيجي الهند.
تيجي الدول الافريقيه وباقي الدول العربيه ومعظم دول شرق اسيا. فالسوق مفتوح معانا، عندنا جوده عاليه. مصر بتتبع دلوقتي النظم او المواصفات القياسيه لكل دوله هي محتاجه ايه وبنقدر ان احنا نطبقها. ده طبعا بيرجع للوعي بتاع المزارع ان هو بيطبق التوصيات اللي بتوصي بيها وزاره الزراعه بان احنا نوصل لمنتج الجوده بتاعته عاليه، المواصفات بتاعته مواصفات قياسيه للدوله اللي هي رايحه لها. يعني السوق الياباني والسوق الفلبيني دي من الحاجات الاسواق اللي المواصفات بتاعتها عاليه جدا. دي اسواق جديده بالنسبه لنا. اسواق جديده بالنسبه لنا ودخلنا لها وعاملين فيها صدى كويس جدا. اسواق تقليديه. السوق التقليديه بقى السوق العربي، كل الدول العربيه، اوروبا طول عمرها بتاخد مننا. بس اللي اقصده ان في اوروبا مثلا الاسبان لهم باع. الاسبان لهم باع وان هو ميزتهم كمان في النقل، ان هم الشحن والنقل ببري، ما بيتحملش لا طيران ولا بواخر ولا الكلام ده. احنا المنتج بتاعنا بيصرف علينا، بس احنا عندنا جوده، احنا عندنا لون وطعم مش موجود في اي دوله. السعر غير ان السعر بتاعنا برضه مرتاح الى حد ما. عندنا انتاج وعندنا وفره. احنا المساحه اللي هي 450 الف فدان او 470 الف فدان موالح، فيهم مثمر حوالي 425 الف فدان. قيمه الانتاج بتاعنا حوالي 4.5 مليون طن في السنه. بنصدر منهم حوالي 1.8 او 1.9، معدل استهلاك الفرد عندنا هنا حوالي 20 كيلو في السنه، يعني حوالي كمان 2 مليون طن. الفرق بين التصدير والاستهلاك المحلي حوالي 600-700 الف طن. دول اللي هم التصنيع، العصاير والمركزات والكلام ده. التوقعات المستقبليه. التوقعات المستقبليه ان شاء الله ممتازه بالنسبه للموالح. الموالح المصريه حافظه مركزها وحافظه اسمها، وكل دول العالم بتستناها ورغباها. دي موالح شاربه من ميه النيل، فلها طعم ولها جودة تختلف عن أي دولة في العالم.